أهم توقعات الفلك لمواليد العقرب بشهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2020. عزيزي العقرب، الكواكب عم تتعهد بحمايتك فاشكرها. إذا الأسبوع الأول بيوعدك بالسلام والنجاح، باقي الشهر بيتطلب التحسب وتجنب الوقوع في الأخطاء أو المغالطات أو إثارة المشاكل حولك. بس دايما رح يكون عندك حماية من الفلك بالأوقات الحرجة. قدامك أعمال كتيرة لازم تأديها وتظهر خلالها الكفاءة. الكواكب المتنافرة فيما بينها بتثير جو من الغضب حولك أو أوضاع دقيقة لازم تتكيف معها بليونة وبدون مواجهات. في فيديو تاني مسجل وفيك تسمعه بيحكي عن هالشهر وعن القمر المكتمل بثلاثة ومعاكسته لسائر الكواكب وانعكاساته السلبية على الوضع العام وما ينتظرنا حتى آخر السنة. فاسمعوا. تنافر كوكبي ساتورن ومارس يمكن يأثر كتير على مواليد الميزان والحمل والجدي والسرطان بصورة عامة أكثر من عليك برج العقرب، بس كمان بيولد جو دقيق جدا وبعض المخاطر ببعض الأماكن العامة. هالشي بيولد التوتر والقلق. لحسن الحظ أنه ميركور ببرجك وفينوس بالعذراء بلطفوا الأجواء وبيحموك من التورط بمجالات غير سليمة. أما الوضع الصحي فبيطلب منك العناية أو الوقاية بزمن الغضب الفلكي، بعيدا عن الاستهتار أو التأجيل إذا دعت الحاجة، حتى تراجع الاختصاصيين، ما تهمل ولا ناحية. ميركور ببرجك بشكل تنافر مع يورانيوس بالثور، بيدفعك للانتفاضة في بعض الأحيان ضد أشخاص بتشوفهم عم يتصرفوا بطريقة سلبية أو مشكوك بدوافعهم وأهدافهم. يمكن تشتبك مع أحد الأشخاص أو مع بعض الفرقاء يلي بيقبلوا على خيارات أنت بتشوف أنه مشتبه بها، ويمكن تدور أحاديث عاصفة بمكانك الاعتيادي أو يمكن خارج هالمكان أو حتى خارج الوطن أو مع أشخاص بعاد، ويؤدي لفك ارتباط حينا كما لإنهاء علاقة شخصية حينا آخر. مطلوب الروية وعدم إرهاق ذاتك بمجالات عقيمة والتخلي عن شيء بتشوفه منه مجدي ولا مفيد. على كل حال بتتراجع حماستك بشأن قضية كانت لهلأ تعتبرها أساسية بالنسبة لك. كوكب فينوس شو بيخبر؟ كوكب فينوس يلي بيدخل لبرج العذراء بتاريخ 4 وبيستقر فيه لتاريخ 28 بيعزز العلاقات الاجتماعية والشخصية وبيجعل المناخ أكثر عزوبة وبيلطف الأجواء. بيعلن فينوس عن أفراح ورضا عن بعض العلاقات العائلية والعاطفية وبيسهل الاتصالات وبينثر جو من الود والصداقة الحلوة. إذا كنت عازب بتسود الرومانسية الأجواء، بتعرف لقاء جيد بيحمل لك الهناء والطمأنينة، وقت سانح لإقامة مشاريع على المدى البعيد وللتضامن والتعاضد مع الآخرين. بتدعيك الأفلاك لعدم الخوف من طرق أبواب جديدة والانفتاح على بعض الأجواء ولو كانت غريبة منك. اسمع الفيديو اللي بيحكي عن تشرين الأول والقمر المكتمل وشو هي التوقعات من هلأ لآخر السنة.